السلام عليكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم من جديد، معكم لبنى. كنت معكم خلال الفصل الأول والفصل الثاني في تحديدا مادة الباثو، وإن شاء الله راح أكون معكم هذا الفصل الصيفي خلال مادة السايكولوجي اللي هي مادة علم النفس. راح أشرح لكم جميع المادة ميد أند فاينل إن شاء الله. يا رب إنه كانت عطلتكم جميلة، حاولت تغيروا فيها جو، واللي حس العطلة كثيرة ما لحق فيها يعمل شيء يعتبر الصيف فيها تقريبا 70% منه ايش عطلة، لانه هاي المادة اللي هي السايكولوجي بعيد كل البعد عن الضغط اللي كنت تتعرضوا له اثناء المديولات. بالعكس مادة جدا خفيفة تحتاج فهم اكثر من حفظ، فبالتالي دراستها راح تكون كثير اسهل عليكم. طبعا انتم خلال السنة الثانية في الفصل الصيفي هذا راح تاخذوا السايكولوجي، تمام؟ خلال السنة الخامسة ان شاء الله، السنة الخامسة بيكون فيها تو ميجر اللي هم هيكونوا البدياتريك الاطفال، هيكونوا النسائية والتوليد اوبس اند جاين، هيكون فيها كثير ماينرات على ما اظن بجوز 6 ماينرات، تمام؟ من ضمن الماينرات اللي هم عيون واذنية وجلدية الى اخره، هيكون في عندكم مادة الساي كاتري، تمام؟ فهاي مش المرة الوحيدة اللي راح تتعرضوا فيها لمفاهيم تتعلق بالصحة النفسية. فزي كأن المادة اللي راح ناخذها اللي هي السايكولوجي كأنها مقدمة للسايكاتري اللي راح ناخذه إن شاء الله بسنة خامسة. قد تكون هذه المادة فيها مصطلحات جديدة عليكم، مصطلحات يعني باللغة الإنجليزية جديدة أول مرة تسمعوها، كيف مادة الفسيولوجي كذا، المايكروبيولوجي إلى آخره، ولكنها كلها مصطلحات يعني سهل تتقنوها. أوكي، الفكرة بهذا الفصل إنه راح نشرحه بطريقة إنه إحنا خلال المديولات، يمكن الأغلب خليني أحكي، كان بيحاول يدرس يحقق علامة، يحقق نجاح، يضمن أكبر قدر ممكن من المحاضرات، يلخص الأدوية بآخر لحظة، يعمل جداول للمايكرو والباثو وإلى آخره. كان كل هدفنا إنه نحصل علامة ونطلع من هالفصل، أو نجمع تجميع بالميد ندخل للفاينل وإحنا مرتاحين. اللي كان يصير بالمديولات ستريس الدراسة، عدم الاستشعار في حلاوة الطب وجماله، عدم القدرة على إظهار الرغبة اللي موجودة في داخل كل حدا فينا إنه يكون طبيب، يقرأ معلومات طبية يستمتع فيها، يسمع كيس ويفهمها، يقرأ بوست على الفيسبوك عن مرض ويفهم عن شو بيحكي. يمكن هاي الأشياء ما قدرنا نمر عليها ونحس فيها أثناء المديولات لأنه عن جد كان الضغط، تمام؟ ويمكن الواحد كان يدوب ملحق يخلص المحاضرات. بالسايكولوجي خلينا نحاول نغير هذه النظرة، تمام؟ ونستشعر جمال الطب، نستشعر جمال دراسته. فبالتالي المادة راح نحاول نشرحها عن طريق ايش؟ امثلة، تمام؟ انا مثلا المحاضرة الاولى هي introduction بتحكي عن اسماء علماء وسنوات، حتى الدكتور حكى ما هيركز عليها بالاسئلة. المحاضرة الثانية نفس الشيء، محاضرة بسيطة مصطلحات، بينما بداية من المحاضرة الثالثة الى حد 20 محاضرة، كل هذول المحاضرات رح يكونوا بيحكوا عن disorders، عن syndromes، عن أمراض نفسية. حلو إنه ندرسهم عن طريق أمثلة، تمام؟ عشان نثبت المعلومة. فرح تحسوا بعد انتهاء هذا الكورس كثير أشخاص منكم رح يقع في قلبه حب الطب النفسي، تمام؟ ممكن بعد ما يخلص هذا الكورس يحكي يس واي نوت إني أشتغل حالي من الآن بأبحاث إلى آخره، إنه أنا خلص قررت إني أصير psychiatrist، كثير حبيت هذا التخصص. وراح تلاحظوا احنا بندرس، هتروح انت لحالك تدرس المحاضرة مش لانه مجبور انه عليك امتحان او بدك تنجز، لا، لانه المادة حلوة وتعلمها كثير راح يضيف لك. هذا على صعيد الكلية وعلى الصعيد العملي وعلى صعيد انك طالب طب. على صعيد اخر انك انسان عايش في هذا المجتمع بغض النظر عن تخصصك، هيك مادة اللي هي مادة الطب النفسي جدا مهمة، تمام؟ لأنه حاليا للأسف في مجتمعاتنا في تهميش لأهمية الأمراض النفسية، وصار المرض النفسي ما زال لغاية هذه اللحظة بيعتبروه بعض الناس أنه وصمة عار، أنه هذا الإنسان مثلا عنده بايبولر، هذا الإنسان عنده ديبريشن، هاي المريضة مثلا عندها أنوركسيا نيرفوزا، يي هاي الست بعد ما ولدت صار عندها اكتئاب ما بعد الولادة، يي هذاك عنده أنكزايتي عند الامتحانات ما بقدر يقدم من القلق وإلى آخره. فصارت هاي المواضيع وصمة عار إنه لا فلان عنده ديبريشن ما بدنا مثلا نحكي معهم، ما بدنا كذا، ما بدنا شغل بالوظيفة الفلانية. فإحنا بنزيد الوعي بهاي المادة إنه هذا الأمر مش عيب، هذا الأمر موجود مثل أي مرض آخر موجود بالدنيا، وما لازم نحكم على حامله إنه لا ينتمي لهذا المجتمع.
مثله مثل الزكام، مثله مثل الأكزيما، مثل أي مرض موجود، أوكي؟ بل أنه أسوأ، لأنه المرض العضوي أنت بتقدر تشوفه على الإنسان، تشعر بمعاناته، تساعده. المرض النفسي لا يظهر، لا يتم إظهاره، يظل الشخص كاتمه بداخله، فمعاناته بتظلها في داخله. فهاي المادة حلوة كثير إلك كطبيب إنك تتقنها، تفهمها، حتى بتساعدك بكرة لو تخصصت باطنة نسائية إنك تفهم شخصيات البشر. وبرضه مهم كفرد من المجتمع إنك تكون تقدر هذه الأمراض، تفهمها وتشعر بالأشخاص اللي بيكونوا حاملينها أو بملكوها، تمام؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأول محاضرة بهذا الكورس. راح تنزل إن شاء الله بشكل مجاني، يعني هي لا نزلت لأنكم تحضروا فيها على قناة اليوتيوب ميديكولوجي. باقي المحاضرات إن شاء الله راح تكون حصريا على منصة ليرنس لكل الطلاب اللي اشتركوا معنا. طبعا لغايات الامتحان في النهاية راح يكون أكيد حل الأرشيفات، حل المواقع اللي بيجيب منها دكتور فارس. يعني دكتور فارس درسني وأنا سنة ثانية تقريبا قبل 6 سنوات، تمام؟ برضو كان في موقع جاب على نمطه كيسات، أوكي؟ فهي الكيسات كلها برضو راح نحلها سوا، وهيكون في مراجعات وملخصات بحيث إنه المادة حرام تنزل أقل من 85، تمام؟ يعني على دوري، تمام؟ وكان في كير كان يعني اللي جايب 70، يعني هيك علامة استفهام، ليه جايب علامة قليلة؟ فكل العلامات بتكون عالية، يعني مهما وصل الكيف رح تضلك كمان جايب علامة عالية، تمام؟ فخلونا نبلش. هاي المحاضرة سهلة ما فيها إشي، رح نركز على اللي ركز عليه الدكتور. أما أسماء العلماء والسنوات أو السلايدات اللي الدكتور ما تطرق إلهم ولا ذكرهم بالمحاضرة رح أخبركم عليهم لأنه سمعت الريكورد كامل. رح نحكي عن أهمية الكلينيكال سايكولوجي، تمام؟ عن ريليتد منتل هيلث بروفيشنز، يعني عن تخصصات مساعدة ومساندة لتخصص الطب النفسي. راح نشوف الهيستوري اوف كلينيكال سايكولوجي، هل من لما طلع لنا هذا علم النفس او الطب النفسي كان في هذا التطور، ولا ببدايته كان له مسميات اخرى او كان له تفسيرات اخرى. زين، بدنا نحكي عن الهيستوري اوف اسسمنت اند انترفنشن ان كلينيكال سايكولوجي، واخر شغله بدنا نحكي عن البريفنشن ان كلينيكال سايكولوجي. فهي هي المواضيع الموجوده عندنا بالمحاضره. هل الطب النفسي مهم؟ نعم. أولاً اللي بيحدد لنا أهميته إنه هو عدد الحالات المصرح عنها عن الأشخاص اللي عندهم mental disorders. فعالمياً، تمام، حول العالم تقريباً عندنا مئات الملايين من الأشخاص اللي عندهم mental disorder، وتقريباً يعني ما يقارب 1 مليون شخص، يعني 800,000 إلى مليون شخص بيقوموا في الانتحار كل سنة. لما أحكي لك يعني they are committing suicide، تمام، بمعنى إنه خلص بينتحروا، مش فقط محاولات وتفشل. فهاي الأرقام بتخوف، فيعني إنه الموضوع جدا منتشر وجدا مهم إنه إحنا نؤمن إنه المرض النفسي موجود ويحتاج إلى علاج. أغلب mental disorders بتم حدوثها وبتم اكتشافها قبل عمر 14. يعني خلال المحاضرات الجاية رح نسمع عن شيء اسمه teen depression اللي هو اكتئاب بصير عند المراهقين بالتحديد، غالبا مثلا بيتم تشخيصه قبل عمر 14 سنة او نير لحوالين 14. المشكلة وين تكمن؟ تمام، هاي الحالات المصرح عنها واغلب هاي الحالات تم تجميعها من الدول اللي يعني مجتمعاتها والدولة فيها تؤمن انه المرض النفسي موجود ولازم نفحصه ويتعالج المريض والى اخره. ولكن المصيبة انه اغلب الحالات اما بتكون undiagnosed، لا يتم تشخيصها، or misdiagnosed، تمام؟ وش بالحالتين الامر مصيبة. undiagnosed هو شخص ممكن يكون عنده مرض نفسي، تمام، وهو لا يؤمن بهذا الشيء، لا يؤمن بهذا العلم، فبلجأ لامور اخرى. يعني ومن الاشياء اللي احنا بنسمعها في مجتمعنا اللي هي موضوع الشيوخ، أنا أؤمن بوجود الحسد، أؤمن بوجود السحر، أؤمن بالرقية الشرعية، أؤمن أن الإنسان تصبح عليه هالة، يعني أنه من الحماية من الأذكار والأدعية وإلى آخره. ولكن بنفس الوقت لما يصير في عندي مرض سواء نفسي أو عضوي، صح أني بلجأ للقرآن الكريم، ولكن بذات الوقت أنا بدي أروح لشخص يعطيني علاج، يعطيني تريتمنت، يشخصني، تمام؟ فللأسف بعض الناس لسه عقليتهم تحكي أنه أنا ما في داعي أروح لطبيب نفسي، تمام، وانه يرون ان شفاء النفس وشفاء القلوب فقد يتحقق باني اروح على شيخ معين، تمام. وشوفوا طبعا مش كل الشيوخ واحد، مو كل شيخ بيجي بتروح عليه بقرأ لك قرآن، او في ناس بيكونوا دجالين بيكونوا بياخذوا منك مصاري والى اخره. فللاسف نتيجه لهاي الاعتقادات، هاي الاستيغما، بيشوفوا انه المرض النفسي عيب،
شوف فلان يروح طبيب نفسي، أي شخص مريض نفسي هذا مجنون، أو كيف نحكي إنه بنتنا عندها اكتئاب بكرة ما بتتزوج، كيف نحكي إنه ابننا عنده اكتئاب بكرة ما بتوظف. للأسف هاي التعابير اللي أنا بحكي لكم إياها ما زالت موجودة ليومنا هذا، فبصف المريض undiagnosed وحالته بتتطور وبتصير أسوأ، ممكن تنتهي بالانتحار، تنتهي بالوفاة، لأنه ظل حاكم نفسه بالمجتمع اللي حوله. أما الحالة الثانية اللي هي misdiagnosed، إنه الشخص هذا لا كان واعي على نفسه وراح تشخص، فرضا كان تشخيصه depression ولكن للأسف كان مش depression، كان ثنائي القطب bipolar، تمام؟ هذا misdiagnosed. هذول يعني two psychiatric illnesses راح نحكي عنهم خلال المحاضرة. بالتالي الموضوع مهم منتشر، إذا هاي المحاضرة بدنا نطلع منها في شيء إنه المرض النفسي موجود ويحتاج علاج، مثله مثل الزكام، مثله مثل أمراض الغدد الدرقية، مثله مثل الأبدومينال بين، يحتاج إلى علاج حتى لو ما كان ظاهر إلك، فالشخص يكون يتألم من الداخل. أول ما طلع الكلينيكال سايكولوجي كان بتمحور حول الأسسمنت evaluation and diagnosis. more recently lately صار عندنا مفهوم الانترفينشن اند بريفنشن موجود. كيف يعني؟ اعطيكم مثال بسيط. نحكي انه في طفل عنده فيبر، عنده حراره، قست له حرارته كانت عاليه، هيك انت عملت له ايش؟ اسسمنت. بعد ما عملته اسسمنت بدك تشوف الدياجنوزس، بدك ايش؟ تشخصه. مثلا ليه كانت حرارته عاليه؟ فرضا كان في عنده انفكشن، كان في عنده انفكشن بدون ما نحدد شو اللي كان صاير عنده. بعد ما عرفت انه عنده انفكشن لهيك انه حرارته عالية، بدك تعمل انترفنشن، فبتعطيه اشياء تنزل الحرارة، تمام؟ عشان حرارته تنزل. بعد ما نزلت الحرارة راح تروح تقيم حالة هذا المريض، تعمل له شو؟ evaluation، تشوف هل فعليا الحرارة نزلت بعد الانترفنشن اللي عملته او لا، واخر شغلة تعمل لهذا المرض او لهذا الانفكشن prevention، مثلا تعطيه مثلا وسائل وقاية معينة حتى ما تتكرر حرارته ترتفع. نفس هاي المصطلحات موجودة عندنا بالكلينيكال سايكولوجي. فانت المريض اول ما يجي عندك بدك تعمل له اسسمنت، ذن دياجنوزس بتشخصه، بعد ما تشخصه بدك تعمل انترفنشن تتدخل، بعد ما تعمل انترفنشن بتعمل ايفالويشن هل المريض تحسن او لا، واخر شغلة ممكن تعمل ايش؟ بريفنشن، حتى صاروا يعملوا بريفنشن اصلا قبل كل هاي الخطوات، نمنع المرض النفسي قبل حدوثه. اعطيكم مثال طبعا شغلة بعلم النفس، تمام؟ وحلو انكم تعرفوا عنها. في عندنا مصطلح اسمه بوست بارتم ديبريشن، تمام؟ في كثير سيدات بعد الولادة بصير عندهم اكتئاب ما بعد الولادة. طبعا الآن بدي أوصف لك الأم شو بتحس. طبعا هذا في مجتمعات لا تؤمن بالطب النفسي، بشوفوه جنون، بشوفوا إنه الأم هاي ما عندها حس الأمومة وما بتحب أطفالها. الأم بعد الولادة ممكن يصير عندها شو؟ تصير ما تحب طفلها، تحكي أنا لا مستحيل، بريست فيدينج أرفضه تماما، تصير تكتئب لما تشوف يعني طفلها من بعيد بيبكي إنه خلص مشان الله خذوه عني أنا مش قادر أحمله. بعض الناس بتطلعوا عليه بيحكوا ول ما عندها أمومة، ما بتحب طفلها، هاي امرأة أبصر شو كذا وإلى آخره، مع إنه بكون أصلا اللي صاير عندها بوست بارتم ديبريشن. فأنا بوحي الأم قبل الولادة، بحكي لها أنت معرضة يصير عندك اكتئاب بعد الولادة، بعلمها عنه كيف تتفاداه، كيف تحب طفلها، كيف ما تتضايق انه جسمها تغير الى اخره. فهيك انا شو عملت؟ prevention. اما اذا الست ما قدرنا نعملها prevention وصار الحدث، انا وقتها مباشرة بعمل assessment diagnosis، بحاول اعمل intervention والمريضة بتتحسن بعد فترة من الوقت. هذا السلايد من السلايدات اللي ما ركز عليها الدكتور كثير، ولكن حكى لنا عن شغلة مهمة اللي هي موضوع الأبحاث، كيف الأبحاث مهمة بالطب النفسي. في عنا مصطلح يمكن ما بعرف إذا بلشتوا بموضوع الأبحاث والريسيرش أو حدا منكم شارك، في عنا إشي اسمه evidence based practice. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا بستخلص النتائج عن طريق أدلة علمية موثقة. يعني أنا عملت دراسة واكتشفت إنه مثلاً في عنا 10,000 شخص مشترك معهم هذا العرض من أعراض الدبريشن، فبالتالي أنا خلص وثقت وكتبت إنه according to this إنه هذا الدبريشن بصير معه هذا العرض، تمام؟ فبالتالي إنه أنا بحاول أعرف كرايتيريا معينة sign and symptoms of a disease عن طريق research أنا بعمله، فهذا بسميه evidence based practice and it's very effective. فأي قرار بدي أخذه، أي كرايتيريا بتنحط لمرض نفسي، لازم تكون خاضعة للتجربة، يكون صار عليها أبحاث علمية ومؤكدة. ما بنفع أستخدم الحدث، تمام، كوسيلة للتشخيص أو كوسيلة لتقييم المريض أو كوسيلة للعلاج.
وطبعا بالرغم من انه موضوع الابحاث مهم، ولكن ما بقدر اعممه لانه مرات الريسيرش ما بكون موجود دائما اني اقدر اعمله. الشغلة الثانية انه كل شخص له طبيعة مختلفة عن الاخر من ناحية الكلتشر، الكلاس، الفاميلي. فمثلا انا لو بدي اشوف هل كلية الطب في جامعة مؤتة منتشر عندهم موضوع الدبريشن، فبدي اعمل هاي الدراسة مثلا A من الناس و B من الناس. ممكن هذا الA من الناس صح عنده دبريشن، بس بالمقابل ثقافته المجتمعية بتدعمه، أهله بدعموه، بالمقابل في عنده شغلات بتغطي عن موضوع مثلا ديبريشن صار عنده من الدراسة، بتغطي عن هذا الأمر، عيلته بتحبه، عنده أصدقاء، عنده مثلا حياة سعيدة. أما الشخص بي مثلا كان فاقد أهله، ثقافته المجتمعية ما بتدعمه، فبالتالي صعب إني أجمع A و B بنفس الدراسة، فمش دائما الريسيرش بكون إيش جدا دقيق. هل بدنا ناخذ هذه المصطلحات؟ انا بتوقع صراحه اذا على هاي المحاضره جاب اسئله راح اجيب على هذا السلايد واللي بعدها، تمام، اللي بتوضح لك انه الاشخاص اللي بندرجوا تحت الطب النفسي شو بكونوا. قد يكون مثلا دكتور في الطب النفسي، يعني مثلا انت بتخلص طب 6 سنوات وبعدين بتاخذ سنه امتياز وبعدين بتروح تتخصص شو طب نفسي، سواء بالصحه، بالخدمات، مستشفى خاص، بتروح تتخصص طب نفسي وبتصير دكتور نفسي. بتقدر تعالج، بتقدر تشخص، بتقدر تفتح عيادة، بتقدر تداوم في مستشفى، تمام. فبالتالي كل الأشخاص اللي عندنا بالكلية الآن، كلية الطب اللي أنتوا الطلاب، نهايتكم إذا بدكم تتخصص طب نفسي اللي أنتوا بتكونوا بتفتحوا عيادات وبتعالجوا المرضى. في أشخاص ناس ثانيين مثلا بدرسوا لا علم نفس، وهذا تخصص موجود أتوقع إذا ما يعني مش مخربطة، إنه الناس اللي بيكونوا دارسين أدبي ممكن يروحوا علم نفس أتوقع يعني. فهذا اللي علم النفس ممكن يكمل عليه ماجستير، مكمل عليه دكتوراه، بصير عنده دكتوراه في علم ايش النفس، تمام. فالدكتوراه في علم النفس بيقدر هذا يدرس المادة في الكلية، تمام، بس ما مش مصرح له انه يفتح عيادة او يعالج المريض، تمام. اللي يعالج المريض شخص درس في كلية الطب. في عندنا ايش اسمه ارشاد نفسي، ارشاد نفسي هذا تخصص يعني موجود عندنا في جامعة مؤتة. هذا مثلا ممكن يصير مرشد نفسي في مدرسة، مرشد نفسي في المجتمع، مرشد نفسي مثلا للأشخاص اللي بيطلعوا من السجون وهكذا. فبالتالي الطب النفسي ليس محصور فقط على الطبيب. فعندنا مثلا أول واحد الكونسلينج سايكولوجي، هذول بيكونوا يعني متخصصين بالبروبلمز اللي ما بتكون سيفير، تمام، يعني عادي مشكلة تنحل بعيادة ومراجعات يومية، يعني ما بيحتاجوا مثلا يدخلوا مصحة نفسية. السكول سايكولوجي اللي هو كلنا كان عندنا في المدارس سكول سايكولوجي، هذول بيكونوا دارسين ارشاد نفسي education related settings، يعني ممكن مثلا يقعدوا مع الطلاب ينصحوهم مثلا عن الانكزايتي، ممكن هاي الانكزايتي تتطور لحتى تصير اشي مرضي، تمام. فهذا معنى سكول سايكولوجي. السايكاتر اللي هم احنا انتو، تمام، اللي هو انه بعد ما تخلصوا الميديكال سكول ممكن تروحوا ايش تصيروا اطباء نفسيين. شو المعلومة المهمة؟ انه فقط للسايكاتريست، تمام، الطبيب النفسي هو المصرح له تو ايش جيف ميديكيشن، يعطيك ادوية، يعطيك دايجنوز، تمام، هاي مهمة. السوشيال وورك او نسميهم احنا الكيس مانجر، يمكن مش موجود عندنا في الاردن بس موجود في بلاد برا، الاشخاص مثلا اللي بيطلعوا من السجن، تمام، الاشخاص اللي بيرجعوا من الحرب بيحتاجوا سوشيال community conditions معينة تتوفر لهم. فبيجي هذا السوشيال وركر بحاول يحكي له مثلا انت طلعت من السجن، كنت مسجون مثلا 3 ولا 4 سنوات، بدي ارجعك تكون شخص منتج في المجتمع. فبروح بدور له مثلا وظيفة، بدخله في شركة، بأمن له مسكن. هذا معنى السوشيال وركر، يعني بيحمي، كأنه بيحمي، بيعمل prevention له من انه اصلا يصير عنده مرض نفسي بعد ما طلع من السجن. other mental professionals في عندنا السايكاتريك نيرسينج، تمام، وهذول السايكاتريك نيرسينج كلهم طاقم التمريض اللي بيكون بالمصحات النفسيه او بيكون مخصص للاشخاص المرضى النفسيين. child and youth care workers، واخر شغله في عندنا الابلايد behavioral analysis. راح ناخذ ان شاء الله في المحاضرات القادمه عن شيء اسمه cognitive behavioral therapy اسمه CBT، وهذا كثير مشهور. ما في مريض نفسي بتحسن فقط على العلاج، خذوها قاعدة، يعني ممكن تعطيه دواء بشكل يومي 4 حبات باليوم، 5 6 whatever، تمام، بدون ما يكون في عنده cognitive behavioral therapy ما بقدر يوصل للنتيجة اللي بده اياها. الكوجنيتيف بيهافيورال ثيرابي CBT هذا بيشتغل على السلوك، بغير افكار الانسان. يعني مريض الدبريشن بكون شايف الحياة سوداء، بكون شايف نهاية الحياة، رسبت سنة خلص انتهت الدنيا، حملت ميك اب انا خلص سكرت الدنيا عندي، بيزيد عنده الموضوع والى اخره. ف
فبنحتاج نغير مش بس الدواء تمام نعطيه إياه يحسن حياته، نحتاج نغير سلوكه، فكرته عن الحياة، هذا معنى البيهيفيرال، أوكي؟ هلا الأشياء القادمة كثير منها فيها شغلات محذوفة، يعني في علماء ما بدهم إياه الدكتور وفي سنوات ما بدهم إياه، راح نحكي بس عن الشغلات المهمة. كيف تطور الكلينيكال سايكولوجي؟ زمان تمام، يعني وللأسف هاي الأشياء لسه شوي ها منتشرة، إنه كانوا بتخيل الأمراض النفسية طالعة إلي من إيش؟ من المس الشيطاني أو أرواح شيطانية أو سحر. ما كانوا بيؤمنوا إنه عاد المرض النفسي هي عبارة عن قد تكون أشياء بتزيد في الدماغ، أشياء بتقل، هرمونات السعادة بتقل إلى آخره. كانوا لأ بيشوفوا إنه هذا مس شيطاني. إلا لما إجا أبو الطب اللي هو إيش؟ أبو قراط، تمام؟ حكى إنه لازم نتبع بايو سايكو سوشيال أبروش في التفكير في هذه الأمراض، لأنه فكرة إنه نتبع إنها مس شيطاني أو إنه سحر هذا الأمر خاطئ. لازم البيولوجيكال، السايكولوجيكال، السوشيال فاكتورز كلها تكون متضمنة في الأسسمنت للمريض النفسي. بالقرن الخامس عشر بلشوا شوي شوي يتخلصوا من فكرة المس الشيطاني والسحر إنه هو أصل الأمراض النفسية. فإجانا هذا العالم اللي اسمه فينسنت، حكى إنه السحر أو المس الشيطاني إلى آخره were not the causes of mental disturbances، يعني بلشوا يحكوا إنه لا هاي مش الأسباب. المشكلة وين؟ يعني sadly إنه by this time بهذاك الوقت كان بيوروب and North America كان the treatment of individuals with mental disorders or mental illnesses was inhuman. فمثلا كانوا يحكوا إنه الإنسان يجب أن تخرج روحه ثم تعود إليه حتى يتخلص من هذا المس الشيطاني. هو في حدا تطلع روحه بترجع إله بعدين بيرجع يعيش؟ هذا أكيد غلط، تمام؟ كانوا مثلا تجي مثلا واحدة تحط عصاية براس بني آدم وتفتحه إنه هيك أنت بتتخلص من المس الشيطان اللي عندك. في ناس كانوا يحكوا لأ ممكن نجيب هذا المريض نحرقه، إذا حرقناه مع العذاب قد يطيب، إنه قد يشفى. فللأسف كانت كلها وسائل غير إنسانية وكان أشياء غلط المنتشر بذلك الوقت. بعدين بالقرن السابع عشر اللي بنسميها اللي هي فترة التنوير، إجانا عالم فرنسي، طبعا أسماء العلماء غير مطالبين فيها وحتى هاي كلها أصلا غير مطالبين فيه، تمام؟ يعني الدكتور ما قرأه، بس إنه بحكي لك إنه هذا العالم الفرنسي بلش إنه يبتكر أشياء human treatment، أشياء أكثر إنسانية لهدول الناس. بعدين إجا في عنا شخص إنجليزي حكى لا حتى إحنا مش بس نبتكر إلهم طرق إنسانية، هدول المرضى نفسهم نفس اللي عندهم أمراض عضوية، نفس اللي عنده كانسر، نفس اللي عنده أبنديسايتس إلى آخره، فممكن عادي ندخلهم للهوسبيتال. آخر إشي إجانا واحد اسمه بنجامين حكى لنا لازم كمان نتبع الأخلاقيات في علاج هذول المرضى. بالقرن الثامن عشر وصلنا لمصطلح الكلينيكال نيورولوجي، راح نحكي إن شاء الله بالمحاضرات القادمة أكثر عن موضوع إيش الهستيريا. هذا السؤال الدكتور ما قرأه فما توقع إنه داخل، فاعتبروه مش موجود، أوكي؟ عامل هيستوري برضو في assessment in clinical psychology. برضو زمان كانوا كل شيء based on assessment، خلاص أنا بس بكتفي إنه أشخص المريض وخلصنا. حاليا يعني بالقرن الثامن عشر لما قلت لكم هاي فترة التنوير صاروا لا بيحاولوا يميزوا بين النورمال and abnormal behavior ويقارنوا بيناتهم. عن علماء كان لهم دخل في تطور الاسسمنت بالكلينيكال سايكولوجي. طبعا اسماء العلماء غير داخلين، الدكتور ما ركز عليهم، يعني هذا السلايد بدي متلفه منه بس اكمل معلومه الدكتور اتطرق لهم. في عنا عالم من المانيا، عالم من فرنسا، عالم من اليو اس يونايتد ستيت، فبدنا نحكي كل واحد فيهم شو عمل. اهم واحد عندنا اللي هو اول واحد هذا العالم الالماني، شو عمل؟ حكى انه المينتال ديس اوردرز لها بيولوجيكال كوزز، يعني مش فقط زي ما كانوا مفكرين زمان انها مس شيطاني او سحر والى اخره. ذن عمل كلاسيفيكيشنز للاعراض اللي بتصير مع المريض وصنفها الى سيندرومز. ولكن اهم شيء عمله في تطور الاسسمنت انه الاشياء اللي وصل اليها في ابحاثه هي الان القواعد الاساسيه للدي اس ام والاي سي دي. هلا بحكي لكم شو هم الدي اس ام والاي سي دي، وهذول كثير مهمين، يعني محاضرات السايكولوجي الجاي كلهم راح نذكر فيهم مصطلح الدي اس ام. دي اس ام معناها Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder، تمام؟ هاي الدي اس ام هي عبارة زي كيف الكرايتيريا بتطلع، اشياء شروط معينة اذا توفرت نحكي انه هذا المريض عنده المرض الفلاني، هي هيك. طبعا اول ما طلعت كان رقمها واحد، حاليا الدي اس ام الموجودة المتعارف عليها هي دي اس ام 5،
وهي حاليا المعتمدة، وهي إن شاء الله لما تدرس إن شاء الله سايكولوجي، عفوا سايكاتري، طب نفسي بسنة خامسة، هي اللي راح تعرفوها الدي اس ام 5. الدكتور شارح هاي المحاضرات على الدي اس ام رقم 4. ممكن في حدا لسه مش فاهم مبدأها، كيف يعني؟ مثلا لو مريض عنده ميجر ديبريسيف ديس اوردر، عنده اكتئاب، بكون عشان اشخص المريض هذا عنده اكتئاب في شروط معينة لازم تتحقق. هذه الشروط المعينة بتكون موجودة تحت قائمة اسمها الدي اس ام. فمثلا بقول لك مثلا من ضمن هذه الشروط انه يجب انه هذا المرض النفسي اللي عنده مش بسبب اي مرض عضوي اخر عنده، تتأكدوا من هذا الشيء. كيف يعني؟ مريض اجاني عندي خامل، ما بتحرك كثير، كسول، مش مباشرة بحكي انه عنده ديبريشن، بروح مثلا بفحصه ليكون المريض عنده هايبوثايرويدزم، كسل في الغدة الدرقية. كسل الغدة الدرقية بيعمل كسل، تمام؟ يعني بيعمل كل انسان كسلان، دايما نعسان، قاعد الى اخره. فمثلا من الشروط الموجودة لتشخيص مريض الميجر ديبريسيف ديس اوردر، وهي الشروط موجودة بالدي اس ام، انه مثلا هذا المرض لا يمكن تفسيره عن طريق مرض اخر، انما هو مرض نفسي بحت. تمام. اما الاي سي دي هي اللي بنستخدمها للامراض الفيزيكال اللي درسناها خلال الفات والمديولات الماضيه، اسمها الانترناشنال كلاسيفيكيشن اوف ذا ديزيز. فهذا العالم الالماني هو الاشياء اللي توصل لها ماتش اوف هيز وورك، حاليا هي تعتبر القواعد الاساسيه للدي اس ام اند اي سي دي. بعدين لاحقا العلماء الثانيين اللي كانوا بفرنسا وباليونايتد ستيت حاولوا انهم يشيكوا على الاطفال اللي عندهم ايش كوجنيتيف ديفيسيت، وصاروا يخترعوا تولز معينه تساعدهم بهذا التشخيص. طبعا الدكتور اللي اهتم فيه هو هاي النقطه فقط. اوكي، هلا شغله التولز شو يعني؟ مثلا يمكن كثير كان ينزل على جروبات كونفورمات، مثلا بدنا نشوف كم بالله نسبة عدد طلاب الطب اللي بيعانوا في المديولات، كم نسبة عدد طلاب الطب في الجامعة الأردنية اللي صار عندهم اكتئاب، كم نسبة السيدات مثلا المدخنات اللي بيكونوا حوامل إلى آخره. هل يا ترى هاي التولز، هذا الفورم اللي أنا بنزله، هل هو بعتبره دياجنوستيك تولز؟ لا. فمثلا أنتوا عددكم في الدفعة 400 طالب، تمام؟ وجيت أنا نزلت لكم فورم، هذا الفورم بقول لكم إذا أنت هذا الفورم علامتك فيه مثلا فوق 50 معناته أنت عندك اكتئاب، وإذا علامته فيه تحت 50 معناته أنت ما عندك اكتئاب. كلامي هون غلط، لأنه أنا ما بقدر حسب فورم إني أشخصك حسب هاي التول الأداة اللي استخدمتها إني أقدر أقيمك. لا، أنا ما بحكي عندك اكتئاب، بحكي إنه هدول 50 الأشخاص اللي جابوا علامات فوق 50، تمام، هم أشخاص عندهم أعراض، عندهم sign and symptoms of depression، ولكن I can't diagnose them with depression. أوكي، فهذه الشغلة نفرق بها فيها. فإنه تطور الطب النفسي وصار في عندنا تولز بتساعدنا على التشخيص ولكن لا تشخص المرض. هلا بدنا نحكي عن كيف تطور هذا الشيء مع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. هذا السلايد، والسلايد اللي بعده غير داخل، بس إنه برضه بنرجع نأكد على موضوع التولز اللي صارت. فبعد الحرب العالمية الأولى طلعت عندنا جمعية، هاي الجمعية اسمها الأمريكان Psychological Association، وطلعت عنا عدة tools، عدة measurements إنه بتساعدنا نشوف ال signs and symptoms عند هدول المرضى. ففي عنا الأرمي ألفا تيست، هذا بفحص وظائفهم الكلامية. في عنا الأرمي بيتا تيست، هذا بفحص إلي non-verbal abilities. كل هذا الكلام ما شرح ولا الدكتور طالبكم فيه، بس أنا بدي أقول لكم شغلة نركز عليها، على قصة الحرب العالمية الأولى وعلى قصة الحرب العالمية الثانية، وليه أصلا يعملوا إلي جمعية خاصة لهدول العالم بعد هاي الحروب. فهاي هي الجمعية اللي طلعت بعد الحرب العالمية الأولى، وهاي اللي طلعت عندي بعد الحرب العالمية الثانية. يا ترى شو اللي صار؟ الفكرة إنه الشخص إنه لما يروح على حرب، ونذكر يعني أكثر مثال بتكرر علينا، يمكن قبل فترة أنتوا سمعتوا عن الأحداث اللي صارت بفلسطين في جنين، تمام؟ يا ترى شو موقف الطفل وهو بشوف حاله يهجر من منزله؟ شو موقف الطفل هو بشوف عمه ولا أبوه أو أخوه شهيد أو يقتل أمام عينيه؟ شو موقفهم لما يصير عنا الاعتداءات على المسجد الأقصى وإلى آخره؟ هدول الناس بصير في عندهم ما يسمى post traumatic stress disorder، تمام؟ شو يعني؟ انه بعد الصدمة بصير في عندهم صدمة اخرى. هلا هدول الاطفال في فلسطين، في سوريا، في اليمن، في كل هاي الدول اللي حوالينا اللي بتعاني، للأسف ما هيلاقوا الدعم النفسي، تمام؟ لانها للأسف دول منكوبة،
ولكن الدول العظمى زي أمريكا مثلا أثناء حرب العراق كانت تبعث مثلا جنودها على العراق عشان تحارب، بس يرجع الجنود بيكونوا شايفين حرب، بيكونوا شايفين دماء، بيكونوا شايفين أحداث مروعة إلى آخره، فبتروح بتحمي جنودها من هذا الشيء اللي هو البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. فبصير عند الواحد فلاش باك، يعني خلص خلصت الحرب بعد شهر شهرين بصير يتذكر نفس الحدث، يتذكر نفس اللي صار. غير هيك ممكن أعطيكم مثال أبسط، شخص صار معه حادث سيارة لا سمح الله وخلص الحادث وكل شيء، صار عنده فوبيا مثلا ما بقدر يسوق سيارة، صار يحكي لك أنا والله كل ما بدي أجي أنام بصير في عندي فلاش باكس، بيجيني نايت ميرز، كوابيس من الحدث اللي صار معي. فالبي تي اس دي هاي تطورت الفكرة وتم الشغل عليها وصاروا يهتموا فيها أكثر بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لأنهم شافوا إنه هذول الجنود تمام من اللي شافوه صار في عندهم هاي البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. أي كلام موجود بهذا السلايد واللي بعده الدكتور مش مطالبكم فيه، تمام؟ وبرضه هذا السلايد برضه مش داخل ولا الأسماء العلماء ولا السنوات الموجودة فيه. هذا السلايد كمان نفس الشيء، بس هي فكرة ال دي اس ام اللي شرحت لكم اياها، وهي عبارة عن شو، تمام؟ هلا كل اللي قبل كان history of assessment in clinical psychology، والدكتور برضو حكى اصلا يمكن ما يسألكم اسئلة على هاي المحاضرة، تمام؟ هي مقدمة بس عشان تعرفوا التاريخ وتفهموا لاحقا شو بدنا نشرح. هلا ال history of intervention برضو نفس الشيء، اسماء العلماء السنوات مش داخلين، ولكن بدنا نحكي عن عالم كثير مشهود اللي هو سايكاتريست مشهور الماني اللي هو مين؟ فرويد، واكيد انه كلكم تعرفوا عنه او سمعتوه. ما بعرف اذا كتبكم الان ايام التوجيه تاريخ الاردن كان فيها عن هذا الشيء او لا، بس على دوري كان فرويد ماخذ حصه تمام بالثقافه العامه عندي. المهم هذا فرويد شو عمل؟ هذا فرويد حكى ان كل افكار الانسان، كل شغلات اللي بتصير معه هي عبارة نابعة من العقل اللاواعي، من ال unconscious of this patient، يعني بتكون تراكمات في اللاوعي تظهر لاحقا على شكل امراض نفسية. فصار في عنده يحاول مثلا شخص بشوف دريمز معينة، احلام سيئة، nightmares، كوابيس، بحاول انه يشوف اصلا بعقل اللاواعي شو بدور فيه، كيف هذا الشيء تم إظهاره على شكل مرض نفسي. نفس الشيء هذا السلايد مش داخل علماء وسنوات ما قلنا فيه. هون بحكي لك إنه نفس الشيء، يعني إنه كيف بالحرب العالمية الأولى والثانية كيف احتاجوا للطب النفسي عشان يساندوا هذول الناس الراجعين من الحرب، فسواء للجنود نفسهم اللي راجعين إلي من الحرب أو سواء لعائلات الجنود، يعني العائلات اللي فقدت جندي إلها في الحرب. نفس الشيء هون هذا الشيء كله مش داخل اللي هو عبارة عن أسماء علماء وسنوات، ولكن بدنا نشوف الأشياء اللي اكتشفوها ونحكي عنها شوي بسيطة. يعني مثلا هذا العالم ألبرت اخترع إلي أو طلع إلي مفهوم اللي بنسميه الريشنال ثيرابي، وعليه محاضرة رح ناخذها. الإريك عالم بي 1960 طلع إلي الترانس سكشنال أناليسيس. اما هذا العالم الكندي طلع لي اللي هو هاي المهمه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. هذا الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي طلع لي بال1977، طبعا عمل ثوره، لانه قلت لكم ما في مريض نفسي بتعالج فقط من الادويه، يعني ما بينفع انك تضلك تعطي المريض دواء بدون ما تغير سلوكه، بدون ما تغير كيف بيفكر. فهذا عمل لي هاي بنحكي له سي بي تي، راح يمر علينا في المحاضرات الجاي، تمام؟ واقول لكم انه هذا تم اكتشافه بال1977 بلشوا فيه، اسمه كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. اوكي، اخر شغله البريفنشن بالكلينيكال سايكولوجي، هذا السلايد الدكتور ما شرحه، بس نحكي شغله بسيطه انه احنا عن طريق الريسيرش اللي بنعملها، الابحاث عن طريق الكلينيكال براكتس، الدكتور اصلا مشاهداته اليوميه شو بشوف بالعياده، ممكن نتوصل الى نتائج معينه. هاي النتائج نستخدمها في الحد من الامراض النفسيه. اشهر مثال حكيت لكم اياه موضوع السيدات الحوامل، يعني نسبه السيدات الحوامل اللي بصير عندهم اكتئاب بعد الولاده جدا عاليه، فانا ممكن امنع الام يصير عندها هذا الشيء، اوعيها اكثر انه هذا طفلها، انه عادي التغيرات اللي بتصير عندك، فبالتالي اعمل بريفنشن لهذا الحدث. اشياء اخرى يعني وانا بتمنى انها تصير عندنا في مؤتة اللي هو موضوع الانكزايتي، موضوع الدبريشن كثير منتشر الان، يعني كم حدا فيكم من اللي بيسمعني الان طلع عليه مره ميك اب؟ كم حدا فيكم سمع عن صاحب او صاحبه له صار عندها ايش ديبريشن من وراء امتحان، من وراء اعاده سنه، من وراء ديون، من وراء ضغط؟ كم حدا في عنده انكزايتي؟ فلازم يكون في عندنا وعي كافي للكليه انه
انت كيف تحمي نفسك، تحمي نفسيتك من التعرض الى هذه الامور. الدراسة يا جماعة بتتعوض، السنين العمر بتعوضوا، تصير اخصائي على عمر 35 سنة نفس لما تصير اخصائي على عمر 40 سنة، ولكن نفسيتك وصحتك ابدا ما بتتعوض. تمام، فخلوا هاي المادة زي ما هي مادة بدي اجيب فيها علامة عالية وارفع معدلي، مادة تحميني نفسيا، مادة افهم فيها انه انا احمي نفسي من الامراض النفسية اللي بدي ادرسها. احنا هيك خلصنا المحاضرة. ختاما قبل ما ندخل بالجد بالمحاضرة الجاي واللي بعدها، راح نبلش ناخذ امراض نفسية، راح اعطيكم كيسات حلوة، راح ناخذ امثلة، راح نطلع من المحاضرة فاهمين وحافظين ان شاء الله. بدي اياكم ما يصير في عندكم الميديكال ستودنت سيندروم. شو هي الميديكال ستودنت سيندروم؟ هاي انه الشخص كل ما يدرس مرض بيحكي اه نفس الاعراض، اكيد انا عندي مريض هذا المرض. لا، احنا بنهتم بالفريكوانسي والسيفيريتي. المرض النفسي ما بيقدر يشخصه الا اذا تم تكراره بشده، طبعا التكرار الكثير وانه السيفيريتي يعني يكون المرض شديد حسب كرايتيريا معينه بناء عليها من شخصه. فمش كل ما نقرا مرض نفكره انه موجود عندنا، تمام؟ فهي الشغله ايش نتفق عليها. هاي المحاضرة خفيفة لطيفة ما فيها اشي، ممكن يجي عليها سؤال ممكن ما يجي عليها اصلا. تمام، مقدمة بسيطة عن علم النفس. ان شاء الله من المحاضرات الجاي رح يكون في اخر المحاضرة في تلخيص، هجمع لكم الاسئلة على كل محاضرة، بحيث لو الدكتور جاب من موقع، جاب من ارشيف، جاب كيسات، نكون ضامنين كل شيء. تمام، وبالتوفيق يا رب.